في ضيعة قريبة من حد كورت في الغرب، كانت الفتاة زهور بنت عبد القادر المصمودي تعمل خادمة. كانت في 16 ولم يكن عملها في تلك الضيعة التي يملكها رجل ثري من مكناس عملها الأول، فقد سبق لها أن اشتغلت في بيوت بسيدي قاسم وهي طفلة في رابعها العاشر. في ربيع العام 98 900 وألف استقبل أهل الضيعة شابا قادما من الدار البيضاء، كان ابن رجل أعمال اسمه الطنجي الأندلسي. جاء ذلك الشاب لقضاء بضعة أيام يبتعد فيها عن الدار البيضاء وإيقاع الحياة السريع بها، وقد وفرت له الضيعة أسباب الراحة التي كان ينشدها. ولم يكن ليخطر بباله وهو يقصد إلى تلك المنطقة المتوارية في الغرب أن يصادف هناك وفي تلك الضيعة بالذات من سيقع في حبها. منذ اللحظة الأولى التي وقع فيها نظره على زهور أصابه سهم الحب فوقع في غرامها. منذ تلك الفترة ثار الشاب القادم من الدار البيضاء واسمه فؤاد بن دريس طنجي الأندلسي يكثر من التردد على ضيعة أصدقاء العائلة في أطراف حد كورت. استمر على ذلك الحال بضعة أشهر، ثم ذات صباح بدا وقد اتخذ قراره، فاتح والده في أمر زواجه. كان في 25 ولم يكن لدى والده مانع أو اعتراض على أن يتزوج ولده الوحيد، غير أنه ما أن علم منه أنه ينوي الزواج من الخادمة التي تعمل في ضيعة تلك العائلة الصديقة حتى استشاط غضبا وصار يعرض عنه ولا يقبل الحديث إليه أو الإنصات إلى ما يقول. كان عفاف الفتاة الخادمة يزيد من حبها له، وكانت هي لا تعير ولهه بها كبير اهتمام. كانت تقول في نفسها إن الشاب الثري ربما سعى لمتعة عارضة عابرة. في الحقيقة رفضت التجاوب مع إيحاءاته وإيماءاته. ألم تتعرض للطرد من عملها في السابق بسبب رفضها مسايرة نزوات أبناء مشغليها؟ وإذا لا داعي للجري وراء السراب، كذلك كانت تقول في نفسها. أصر فؤاد على المضي في مشروع الزواج حتى نهايته. كان قد وفر مالا من تجارة كان يديرها مع والده، وذات يوم من أبريل من العام 99 900 وألف قصد منزل عائلة زهور. استقبله والدها في منزله المتواضع في تلك القرية التي لا تصلها السيارات. لم يحل فقره دون الاحتفاء بضيفه. لما طلب منه يد ابنته زهور لم يجد عبد القادر المصمودي ما يعترض به على ذلك الزواج. قبل صيف ذلك العام أقام فؤاد حفل زفاف محترم لزهور، وكان قد فرض لها مهرا محترما منحت منه قدرا لوالدها الذي استثمره في شراء 10 بقرات. كان ذلك مشروعه للانفلات من دوامة الفقر التي كان يعيش فيها. لم يكن باستطاعة فؤاد أن يعود بعروسه إلى بيت عائلته الثرية في الدار البيضاء. والده ما زال مصرا على رفض زواجه من الخادمة، وقد بنى لها بيتا بالقرب من منزل والدها. كان منزلا صغيرا ولكنه استوفى شروط العيش الكريم. غاب عن عائلته 2 شهر، استمتع خلالهما بزوجته الشابة التي لم تكن تقصر في خدمته وطاعته. ثم بعد 2 شهر قرر العودة إلى منزل عائلته في الدار البيضاء. كان يحلم أن يغير والده موقفه، كان يحلم بذلك، ولكن والده لم يغير موقفه، بل إنه هذه المرة هدده بأن يسخط عليه إن هو لم يطلق تلك الخادمة. في الآن نفسه كان يعده بزوجة من أجمل بنات العائلات الثرية التي كان يتعامل معها في الدار البيضاء. كان ضغط والده قويا، ولذلك لم يجد بدا من الامتثال والاستجابة لما يطلبه. فقط اشترط على والده أن يكون تطليقها مقرونا بمنحها تعويضا ماليا يكفيها العودة إلى العمل في البيوت. لم يصمد حب فؤاد الطنجي الأندلسي ابن الأغنياء لزهور بنت عبد القادر المصمودي ابنة العائلة القروية الفقيرة. كان إدريس الطنجي الأندلسي والد فؤاد يرى أن التعويض المطلوب مهما بلغت قيمته سيكون هينا كمقابل للعودة بالشاب إلى ما يراه طريق الصواب. طلقها
وتولى والده الباقي، كلف عونا قضائيا بإبلاغها ورقة الطلاق وشيكا بمبلغ 50,000 درهم كتعويض. يصعب القول إن زهور تقبلت الأمر بسهولة، ولكنها في الظاهر على الأقل لم تبدي كبير أسف على ذهاب ذلك الشاب الثري الذي كان زوجها خلال شهرين. لم تكن تخرج من حساباتها مثل تلك النهاية. بعد شهر أو نحو شهر بدأت تظهر عليها علامات الحمل. استثمرت التعويض الذي توصلت به من طليقها في شراء بقرات أضافها والدها إلى حظيرته. كانت وهي القروية الأصيلة ترى أن ذلك الاستثمار قد يقيها مع مرور الأيام الوقوع في الفقر من جديد. لاقت من والدتها عناية وحنانا. ظهر حملها للعيان، ولكنها ظلت مصرة على ألا تعيد الاتصال بفؤاد. بالنسبة إليها فإن الرجل الذي يتخلى عن زوجته بتلك السهولة وكأنه تخلص من أسمال بالية لا يستحق أن يكون أبا، لا يستحق. وضعته ذكرا واختارت له من الأسماء إدريس، وهو اسم جده لأبيه إدريس بن أحمد الطنجي الأندلسي. تمكنت من تسجيله وحصلت على كناش للحالة المدنية. كان لزهور ابن عم نال حظا من التعليم، كان يتابع حالتها وكان يكن لها في نفسه حبا، ما لبث أن عبر عنها بأن خطبها من والدها بعد أن وضعت حملها. رأت فيه الزوج الأنسب لها، فهو فضلا عن كونه ابن عمها ابن بيئتها كان شابا يحب العمل. مرت الشهور والسنون وانقطعت كل الأخبار عن فؤاد الطنجي الأندلسي. عاد إلى وسطه وبيئة الأثرياء التي نشأ فيها. لم تكن زهور لتذكره أو لتفكر فيه لولا هذا الصبي الذي يكبر تحت أنظارها ويحمل اسم أبيه. ما لم تعلمه زهور أن فؤاد لم يتزوج بعدها، ولم يفلح والده في إقناعه بالزواج من واحدة من بنات تلك العائلات الثرية التي يتعامل معها، وفي نهاية الأمر ترك له شأن الاختيار. ما لم تكن تعلمه زهور أن الشاب الذي غامر بالزواج منها لم يحب قط بعدها. ربما كانت له بضع مغامرات ذات اليمين وذات الشمال، ولكنها لم تتجاوز حد المغامرة ولم تتطور أي من تلك العلاقات التي أقامها مع نساء تعرف إليهن إلى حد الزواج. لا أحد سيخبر بالسر الكامن وراء عدم محاولته ربط الاتصال من جديد بتلك التي أحبها وشق عصا الطاعة على والده من أجلها قبل أن ينثني ويتراجع. كبر إدريس بن فؤاد الطنجي الأندلسي مع 3 إخوة له من أمه، ولم يلمس يوما أي تمييز من قبل زوج أمه عبد الوهاب بن أحمد المصمودي. كان بالنسبة له الأب الذي لم يلده، وكان نعم الأب. معاملته تلك هي التي جعلت زهور تزداد تعلقا به وتحبه أكثر. في العام 2007 كان إدريس يستعد لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا، كان تلميذا نجيبا، وكانت أسرته تعلق على نجاحه أملا كبيرا. كان بصدد إعداد ملف الترشح للبكالوريا لما اكتشف أنه بالرغم من أن اسمه مدرج في كناش الحالة المدنية التي حصلت عليه والدته لم يكن مقيدا في السجلات. ضابط الحالة المدنية الذي تولى أمر تسجيله قبل 17 عاما أهمل تقييده في السجلات. وقتها كان قد وعى بأن عبد الوهاب بن أحمد المصمودي لم يكن والده، وإنما كان زوج أمه. كان يعلم أن والده يسمى فؤاد بن دريس الطنجي الأندلسي. لقد سبق لأمه أن حدثته عنها، ولكن تركيزها على سرعة تخليه عنها ورث لدى الفتى إعراضا عن النبش في ذاك الماضي. كان عليه أن يرفع دعوى قضائية لتدارك إدراجه في سجلات الحالة المدنية. التجأت أمه إلى محام من سيدي قاسم اسمه عبد السلام بوضاف، بعد أن أوصى به صديق لزوجها عبد الوهاب. كانت ترغب في تسريع وتيرة تسوية وضعية ولدها. كان كناش الحالة المدنية الذي حصلت عليه زهور في جملة الوثائق التي تضمنها الملف. وقد عجب المحامي بوضاف لكون الفتى يحمل الاسم العائلي الطنجي الأندلسي، وأن والده يسمى فؤاد. علم من زهور
أن فؤاد الطنجي الأندلسي كان زوجا لها وأنه طلقها قبل 17 عاما. الذي سكت عنه المحامي عبد السلام بوضاف ذو أهمية قصوى ويخص مآل فؤاد الذي انقطعت أخباره عن زهور بعد أن طلقها، وذلك ما سنعرفه غدا. في العام 2007 كان إدريس بن فؤاد الطنجي الأندلسي يستعد لاجتياز امتحان البكالوريا، وقتها صار يعلم أن عبد الوهاب بن أحمد المصمودي لم يكن والده الذي ولده، ولكنه كان زوج أمه وابن عمها الذي تزوجها بعد أن طلقها أبوه الطبيعي فؤاد بن إدريس الطنجي الأندلسي. كانت أمه زهور بنت عبد القادر المصمودي تحكي له من حين لآخر عن مراحل من ماضيها، ولم تكن تتوقف كثيرا عند زواجها من فؤاد الذي لم يستمر سوى 3 أشهر، ولذلك لم يكن إدريس يعير كبير اهتمام بهوية والده، كان يعلم أنه من الدار البيضاء. اكتشف إدريس ومعه والدته أن ضابط الحالة المدنية الذي سلمها كناش الحالة المدنية حيث تم تسجيله تهاون في إنجاز عمله كاملا ولم يدرج اسم إدريس في السجلات، ولذلك طرحت ضرورة رفع دعوى قضائية لتسوية الوضعية. كان اقتراب موعد إجراء امتحانات البكالوريا عامل ضغط شديد على الأسرة، وقد سعى عبد الوهاب المصمودي زوج زهور من أجل تسريع وتيرة إنجاز المطلوب. نصحه صديق له بتوكيل محام من سيدي قاسم هو الأستاذ عبد السلام بوضاف. عجب المحامي وهو يتفحص الملف من أن الشاب يحمل الاسم العائلي الطنجي الأندلسي وأن أباه يدعى فؤاد بن إدريس. علم من زهور أن فؤاد بن إدريس الطنجي الأندلسي ابن رجل الأعمال المعروف في الدار البيضاء طلقها منذ 17 سنة خلت، وانقطعت كل صلة بينهما، بل إنه لم يعلم لما طلقها أنها كانت حاملا. صمت المحامي ووعد بالحصول على تسوية وضعية إدريس في سجلات الحالة المدنية. في الحقيقة لم يخلف وعده، وبعد أسابيع قليلة كان بين يدي زهور حكم قضائي مكنها من إدراج اسم ولدها إدريس في السجلات المركزية للحالة المدنية. لم تسأل زهور ولا زوجها عبد الوهاب عن السر الذي جعل المحامي عبد السلام بوضاف يعجب لكون الشاب إدريس يحمل الاسم العائلي الطنجي الأندلسي، ولعلهما ظن أن الرجل إنما عجب لأن هذا الاسم العائلي لم يكن معروفا في سيدي قاسم وفي منطقة الغرب. ثم في نهاية الأمر ما كان يهم هو الحصول على تسوية وضعية إدريس، وقد تسنى ذلك ولا ضرورة إلى التساؤل. اجتاز إدريس امتحان البكالوريا بنجاح، وأقامت زهور حفلا بالمناسبة دعت إليه جيرانها في القرية. بعد أن انتهى فصل الصيف انتقل إدريس إلى الدار البيضاء حيث التحق بالمعهد العالي لتسيير المقاولات. كان محظوظا وحصل على سكن في الحي الجامعي. صحيح أن غرضه الأول كان الحصول على شهادة عليا، ولكن إحساسا غريبا صار يتملكه منذ أن وطئت قدماه الدار البيضاء. في هذه المدينة التي تموج بالحركة يسكن والده الذي لم يعرفه. قرر أن يحاول الوصول إليه، كان يريد أن يعرف السر الكامن وراء اختفائه وتطليقه أمه دون سبب واضح ولا مقدمات. لم يطلب من أي أحد أن يساعده، في النهاية ذاك شأن شخصي لا يجوز أن يبوح به لأي كان. ذات مرة عزمه زميل له في الدراسة على تناول طعام الغذاء في منزل أسرته، وكان هذا الطالب حريصا على توطيد علاقته بإدريس إذ كان يساعده في إنجاز الفروض. حضر إدريس، وبينما كان مع زميله في قاعة الضيوف التحق بهما رب البيت. نهض للسلام عليه بينما قدمه زميله إلى والده: هذا صديق إدريس الطنجي الأندلسي. فوجئ الرجل بهذا الاسم، فقد اشتغل لسنوات طوال عميدا للشرطة في مصلحة الاستعلامات العامة. بعد دقائق سأل إدريس إن كانت له علاقة برجل الأعمال والثري المعروف في الدار البيضاء إدريس الطنجي الأندلسي. لم تكن لدى الشاب معلومات دقيقة وكافية للتأكيد أو النفي، ولكنه أجاب بأنه ابن فؤاد الطنجي الأندلسي، وأنه لم يعرف والده إذ طلق أمه وهي حامل في الأسابيع الأولى.
لما نطق الشاب باسم فؤاد تذكر العميد حادثة مأساوية راح ضحيتها فؤاد ابن الرجل الثري إدريس الطنجي الأندلسي، فقد مات الرجل الشاب في حادثة سير مأساوية قبل بضعة أعوام. ما زال يذكر ذلك الموكب الجنائزي الكبير الذي سارت فيه شخصيات مرموقة عمومية ومن أوساط رجال المال والأعمال. تلك المعلومات التي نطق بها العميد المتقاعد فتحت أمام إدريس مجالا للبحث عن عائلته من أبيه. تطورت علاقته بصديق الدراسة وصار يتردد على منزل العميد، ولم يعد هناك من حاجز لطرح الأسئلة التي تؤرقه. وذات يوم طلب منه أن يساعده في الوصول إلى والده، كان عليه أن يودع طلبا لدى مصالح الأمن من أجل مذكرة بحث، وأن يرفقه بكل الوثائق التي تثبت هويته فضلا عن نسخة من عقد زواج والديه. بعد أن وفر كل المطلوب وعده العميد بمساعدته وبأن يخبره بكل جديد في الموضوع. انطلق البحث عن فؤاد بن دريس الطنجي الأندلسي، وسرعان ما تبين من خلال رقم بطاقة التعريف الوطنية المدون في عقد زواجه من زهور بنت عبد القادر المصمودي أنه الشاب نفسه فؤاد بن دريس الطنجي الأندلسي الذي لقي حتفه في حادثة سير مروعة قبل بضعة أعوام، وأنه ابن الثري إدريس الطنجي الأندلسي. لم يعد هناك من شك في أن إدريس هو نجل فؤاد المتوفى. سعى العميد المتقاعد إلى الاتصال بجد الشاب والد فؤاد، وتبين له أن الرجل توفي منذ 3 أعوام، وأن تركته عادت إلى حفيده إدريس بن فؤاد الطنجي الأندلسي بناء على حكم قضائي توج دعوى مثل فيها إدريس بن فؤاد الطنجي الأندلسي المحامي عبد السلام بوضاف. نقل العميد المتقاعد كل تلك المعلومات إلى فؤاد الذي نفى أن يكون على علم أو والدته أو أن يكون استفاد من أي تركة. رافق العميد الشاب إدريس إلى المحكمة. كانت الوثائق تفيد بأن المحامي عبد السلام بوضاف خاض معركة قضائية نيابة عن إدريس بن فؤاد الطنجي الأندلسي باعتباره الوريث الشرعي الوحيد للمرحوم إدريس الطنجي الأندلسي. تبين من خلال الوثائق أن المحامي عبد السلام بوضاف تصرف في التركة بناء على تفويض عام تلقاه من السيدة زهور بنت عبد القادر المصمودي والدة إدريس. علم العميد ومعه الشاب إدريس أن تنفيذ الحكم القضائي تم قبل 2 سنين. تحاشى العميد المتقاعد الدخول في مواجهة مفتوحة مع المحامي بوضاف، ونصح إدريس بالاتصال به في سيدي قاسم وأن يسأله عن مآل الإرث. في المرة الأولى رفض استقباله لما علم أنه إدريس ابن زهور المصمودي، وادعى أنه لا يعرف تلك السيدة. طرده من المكتب، ولكن الشاب ظل ينتظره عند باب العمارة. وبينما كان يمشي نحو سيارته الفارهة باغته الشاب بأن سأله عن مآل إرث الطنجي الأندلسي. ارتبك المحامي، وتفاديا لكل تصعيد في الشارع لن يكون في صالحه، طلب من الشاب أن يعود إليه بعد بضعة أيام علّه يجد في ملفاته ملفا للسيدة زهور المصمودي. بعد أيام عاد إدريس يطرق باب مكتب المحامي عبد السلام بوضاف. يومها فاجأه بأن قدم له شيكا ببضعة آلاف من الدراهم. وما أن مد الشاب يده لتسلم الشيك حتى طلب منه المحامي أن يوقع على وثيقة، لما قرأها إدريس وجد فيها إقرارا بأنه توصل بكل مستحقاته. رفض الشاب التوقيع على تلك الورقة وغادر المكتب. في اليوم التالي أبلغ والد زميله العميد المتقاعد بكل ما حدث له مع المحامي بوضاف. التحق به العميد وحرر له شكاية وطلب منه أن يتقدم بها إلى مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية. أبانت التحريات أن المحامي عبد السلام بوضاف كان خلال تدريبه في الدار البيضاء يعمل في مكتب النقيب عبد الرحيم المسيدي. اطلع على ملف حادثة السير المأساوية التي راح ضحيتها فؤاد بن دريس الطنجي الأندلسي، وعلم أن الشاب كان الولد الوحيد للثري إدريس الطنجي الأندلسي.
لما حضرت السيدة زهور المصمودي إلى مكتبه لتوكيله من أجل تسوية وضعية ولدها إدريس في سجلات الحالة المدنية، لم يكن صعبا عليه أن يربط بين الوريث الوحيد وإرث إدريس الطنجي الأندلسي الذي كان يطالب به أبناء عمومة له. لحظتها جعل السيدة زهور توقع من حيث لا تدري على توكيل عام منها يتيح له التصرف في الإرث باسم إدريس الذي كان وقتها قاصرا. أنهى المحامي كل تواصل مع زهور يوم سلمها الحكم القضائي الذي أتاح تسوية وضعية إدريس في الحالة المدنية. بعد ذلك كانت معركة الإرث في الدار البيضاء وكسبها وتصرف في تركة إدريس الطنجي الأندلسي باسم وريثه الشرعي الوحيد إدريس بن فؤاد. فشلت المساعي التي قام بها نقيب المحامين في الدار البيضاء من أجل تسوية حبية لهذا الملف، وتوصلت الشرطة بتعليمات من النيابة العامة للاستماع إلى كل أطراف ملف تركة إدريس الطنجي الأندلسي. نفت السيدة زهور أن تكون منحت أي تفويض للمحامي عبد السلام بوضاف لتمثيلها وابنها في قضية الإرث، لأنها بكل بساطة لم تكن تعلم لا بوفاة زوجها فؤاد ولا بوفاة والده إدريس. عمل إدريس بنصيحة والد صديقه ودفع بأنه كان قاصرا وأنه الآن وقد بلغ سن الرشد القانونية، فإنه يعترض على كل تفويض أو اتفاق وقعته والدته. في الآن نفسه تقدمت السيدة زهور بشكاية ضد المحامي عبد السلام بوضاف تتهمه بالتزوير والنصب عليها. تخلف المحامي بوضاف عن الحضور ما استوجب إغلاق الملف وإحالته على النيابة العامة التي طلبت إجراء تحقيق، وبأن يتم في حال ثبوت التهم الموجهة إلى المحامي بوضاف التعرض على كل ما قام به من نقل للممتلكات التي مصدرها تركة إدريس الطنجي الأندلسي. لم يكن المحققون بحاجة إلى النبش عميقا، فقد اتضح بالحجج أن المحامي عبد السلام بوضاف استغل جهل السيدة زهور وجعلها توقع له على تفويض شامل، كما أنه استفاد من جهلها بما حل بزوجها وبعائلته بعد أن طلقها. تم توقيف المحامي بوضاف وقدم إلى المحكمة التي أدانته بالمنسوب إليها وقضت باسترجاع كل ما استولى عليه من أملاك وأموال وتسليمها إلى الوريث الشرعي إدريس بن فؤاد بن إدريس الطنجي الأندلسي.